طيب استعجل شوي يا فريد. أكيد صوفيا رأيها كويس. مهما رعتها هي مش معودة تقعد مع حدا غريب، زمانها ما وقفت بكى. دكتور فريد. أنا ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. لسه ليه؟ لسه كيفه؟ إن شاء الله ما كنت تعبتكم معه. لا لا أبداً، إحنا قضينا وقت جميل مع بعض. طيب فيك تضلي حملتيها بس لكن جبت لها أغراضها. أو إذا فيك تعطيها لبيها هو راكب.